برضو عبد القادر، شو قاعد بينا مرة ثانية لموضوع صرف الجنيه بالدولار والدولار والريال بالجنيه السوداني؟ هل ممكن يكون في فريق؟ هل ممكن يكون الشيك اللي هو الموضوع موضوع الساعة وهذه موضوع الأيام؟ الساعة. نعم. يعني هو بالنسبة لقضية الصرف تبديل العملات، نعم، يعني أجازها الشرع الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالريال بالجنيه، الدولار بالجنيه، الأصل هو الجواز مفاضلة طبعا، نعم، مع الزيادة، لكن بشرط أن يكون ذلك حالا ليس مؤجلا. نعم. يعني ما يكون المسألة دي بالدين. يعني الدين في أحدهما يجعله ربا. وبالتالي الشيك أيضا يقوم مقام القبض، مكان الكاش. نعم. هذا الأصل فيه، وإن كان يعني في هناك فتوى لبعض إخواننا من المشايخ في هذه المسألة، إلا أنه يعني العلماء نزلوا الشيك الحال منزلة المال المقبوض. نعم. يعني والمال باعتبار أنه هو يعني مال معتبر، يعني يمكن الشراء به والبيع به وإلى آخر ذلك. نعم. حتى وإن يعني تعلقت به أزمة، أزمة السيولة الآن مثلا. نعم. بالنسبة للمال الكاش، فالأصل لنا، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك يعني ديدن الناس، يعني في أو مهنة، مهنة وبحيث أنه يضر بالاقتصاد. يعني أنه طبعا هذه المسألة الأصل في الاقتصاد المعافى أن المال لا يلد مالا، وإنما المال يلد إنتاجا. يعني المال الأصل أنه يسير إلى الإنتاج أو يصير إلى الخدمات. هذا يعني هو الاقتصاد المعافى، لأن المال قوة شرائية، يعني هي وسيط، هذا الوسيط يحرك العملية الاقتصادية. فإذا حصل اتجه الناس كلهم إلى هذا النوع من النشاط، فمعنى ذلك أنه يؤدي إلى نوع من الخلل يعني في 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 معايش الناس واقتصادهم. نعم. نعم. وإن كان الإخوة المغتربين يعني يرون ذلك من الخير لهم، إنهم بيحولوا بالريال وبيدفعوا ليزول خارج السودان بالريال وبيدي القروش. يعني هم المغتربين، المشكلة ما في المغتربين، المغتربين ديل أصلاً هم يعني شغالين، يعني عندهم مهن، يعني هم أصلاً لم يكونوا يحولوا، ومعنى ذلك إنه عندهم مهن. المشكلة في من اتخذ ذلك مهنة هنا أو في البلدين، يعني وكان هذا هو أساس نشاطه، يعني قوام نشاطه هذا العمل. هذه الإشكالية يعني في قضية. نعم. وإن كان الأصل الحل، يعني هو إحنا لا نستطيع أن نحرم شيء. نعم. يعني نحرم شيء ما ترتب عليه من ضرر، لكن إحنا اتجاه الناس كلهم إلى هذا النوع من النشاط فيه إشكالية في قضية الاقتصاد.